أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه وسلم تسليما. تواتر حديث الشيعة الإمامية الروافض في هذا الوقت بالضبط على أنهم بإذن الله تبارك وتعالى سيخرجون مع إمامهم الذي يظهر المهدي، ويزحفون مباشرة تجاه الحرمين لتحرير الحرمين. المهاجر يدعي أنه سيأتي الوقت الذي يرى عبر الإعلام المباشر وعبر الفضائيات في مكة يخطب في الناس بعد أن يكون قد قضى على أهل السنة في هذه الحرب الضروس التي افتعلها الشيعة الإمامية. وتسمعون الآن لهذا المعتوه من حزب الشيطان. أم في إيران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله، سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. نعم. تسمعون كيف يؤكد هذا الكلام في هذه القناة ويصر على أنه يدرب جيشا عرمرما يهيئه للملحمة الكبرى، فإمامهم المهدي على وشك الظهور وهم يدربون هؤلاء لاستقبال الإمام، ومباشرة بعد أن يظهر يذهبوا إلى النظام السعودي الكافر الملحد كما قال لتحرير الحرمين من هذا النظام وللصلاة في الحرمين. وأبشركم أنهم حينما يذهبون إلى الحرمين كما تقول كتبهم مع مهديهم الضال، يذهبون إلى مدينة رسول الله لتحريرها وإخراج أبي بكر وعمر الملعونين على ألسنتهم عليهم لعنة الله. أمين. فيحرقون جسديهما. كيف يمكن للطاغوتين الشيخين عندهم أن يناموا في حجرة عائشة في مسجد رسول الله، وخاصة عمر الذي أطاح بإمبراطورية الفرس؟ فهم يحقدون حقدا شديدا على عمر، ولقد بنوا لفيروز أبي لؤلؤ المجوسي الذي قام بقتل عمر، بنوا له ضريحا في قوم، يزورونه هنالك ليسبوا أبا بكر وعمر، ويزعمون أن هذا المجوسي هو من أعلى الناس درجة في الشهادة. وحينما يذهبون إلى مكة يهدمون الكعبة مع مهديهم كما تقول كتبهم، وقرأوا ويأخذون الحجر الأسود فيذهبوا به إلى كربلاء، فأرض كربلاء أقدس بقعة على وجه الأرض، وزيارة قبر الحسين في كربلاء تعدل ثواب مليون مليون حجة وعمرة عندهم. هذا الذي يعنونه بغزو الحرمين، إخراج أبي بكر وعمر من قبريهما وحرقهما لامتلاء القلوب غيظا على أبي بكر وعمر، ويذهبون إلى الكعبة التي يتوجه المسلمون من أهل السنة إليها ويعظمونها فيهدمونها ويأخذون الحجر الأسود كما أخذوه من قبل 23 سنة، أخذها القرامطة، دول الحجر الأسود هربوه، فهم يتمنون أن ينقلوه إلى كربلاء فيحولون الحج من مكة إلى كربلاء.
هذه ترهاتهم وأحلام اليقظة عندهم، ودعهم يحلمون وفي سدرهم وغيهم يعمهون. لكن لماذا أتحدث الآن أنا عن هذا؟ كان بالإمكان أن لا نمر عليه ولا نلفت الناس إليه، لكنها رسالة للمغاربة الذين تشجعوا واغتروا بانتصارات حزب اللات في 2006 في جنوب لبنان على الصهاينة، واعتقدوا أن النموذج الذي يمثله نصر اللات نصر الشيطان، اعتبروه قائدا للأمة ومخلصهم من أغلال الاستعباد واستعمار الصهاينة لأرض فلسطين، ورأوا فيه المحرر الحقيقي لتل الربيع وللقدس. ها هو يترك الآن حربه ضد الصهاينة ويشن حربه المقدسة في القصير وفي سوريا، يقتل النساء ويبقر بطون الحوامل من النساء من أهل السنة، ويذبح الأطفال الصغار ذبح الخراف بدون رحمة ولا شفقة. ما عرف التاريخ لهذه الجرائم مثيلا إلا عند هذا النوع من البشر. يا شيعة المغرب، أيها الشرازيون، يا أصحاب جمعية غدير وخم، يا هؤلاء الذين تعملون كخفافيش الظلام في البلد وتأتيكم الأوامر من ملال إيران، ها هو هدفهم يتحدثون عنه صراحا جهارا. أترضون أن تكونوا في جيش مهدهم وتنطلقوا لكي تحرقوا جثة أبي بكر وعمر في المدينة؟ أيرضى النبي عن هذا؟ هل هذا عنوان حب النبي وآل بيته؟ هل فكر آل بيت النبي في أن يسيءوا إلى أحد من أصحاب النبي الذي كفرهم الشيعة الإمامية جميعا إلا ثلاثة؟ أتقولون بقولهم؟ أتحملون الحقد لثاني اثنين في الغار؟ لأم المؤمنين المطهرة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ أنتم مستعدون أن تكونوا ضمن هذا الجيش الجاهلي الذي يخرج إلى بيت الله لهدم الكعبة وسرقة ما يسمى بالحجر الأسود وتحويل قبلة المسلمين إلى كربلاء؟ يقول الموسوي في كتابه لله وللتاريخ، هذا الشيعي الذي تاب من تشيعه، يقول الشيعة الإمامية: كأني بالمهدي عليه السلام واقف بين الركن والمقام، يحمل المصحف فاطمة، هذا المصحف هو محرف وهو ناقص، يحمل المصحف اللي يجيبه بالسرداب بتاع سمراء، فيقوم بهدم الكعبة وقتل العرب. يرضون بتقتيل الأطفال حتى ولو كانوا كفارا؟ سيدنا علي كان يقاتل رجلا فلما أسقطه على جواده أراد أن يغرز السيف في بطنه فيتخلص منه، وقبل أن يقترب منه إذا بذلك المهزوم الخصم المهزوم يتفل في وجهه، فيعود القهقرة ويتركه ويقال له: يا أمير المؤمنين، أبعد أن صرت قد علوته بالسيف وكان بالإمكان أن تجهز عليه عدت وتركته بعد أن تفل على وجهك؟ قال: قبل أن يفعل فعلته كنت سأفعل ذلك لله، أي أقتله لله. فلما قام بفعلته كأن نفسي تحركت وخشيت أن أخلط مع ضربتي لله انتقاما لنفسي. هذه هم أهل البيت في القتال، في القتال ويخلصون لله. فكيف تقتل المرأة وتدك القصير؟ يا شيعة المغرب، أنتم ترضون ما يفعل حزب اللات في القصير وفي كل مكان؟ أترضون أن تدخلوا مع الصفويين لقتل إخوانكم ولهدم الكعبة؟ ثالثا، إنني أقول لكم كلاما مدون في كتبهم ومصادرهم، يا شيعة المغرب ويا شيعة العالم الإسلامي، يقولون
إن مقصد الشيعة الإمامية وخاصة الصفوية الإيرانية التي لا زالت تمني النفس بعودة ما يسمى بالإمبراطورية كسرى الفارسية، يقولون لابد من استعمال الشيعة العرب لتحقيق مشروعهم التوسعي. فالشيعة العرب هم صهوتهم لتحقيق هدفهم، فإذا وصلوا إلى قتلوا شيعة العرب. فأنتم مسخرون يا شيعة لبنان وشيعة سوريا وشيعة العراق لأنكم عرب، أنتم مسخرون كالحمير تخدمون هؤلاء. كما يقول اليهود دائما الأمميون حمير خلقوا لخدمة شعب الله المختار، فنفس الفكرة عند الإمامية، العرب حامير حتى ولو تشيعوا، إنما تشيعهم يقربهم منهم فقط لخدمة أهدافهم، فإذا وصلوا إلى تحقيق أهدافهم وانتهت صلاحيتهم قتلوهم. هم يقولون نقتل العرب شيعة وسنة العربي، لأن القضية قضية عرق فارسي. أترضون بهذا يا شيعة المغرب؟ يا شيعة لبنان أن تصيروا حميرا يركب عليكم الإمامية الصفوية الصهيونية التي تربطها ببني صهيون اتفاقيات سرية خطيرة؟ ألا تفطنون إلى أن جنوب لبنان بقي فارغا بعد خروج جميع مقاتلي حزب اللات خاصة النخبة منهم وتوجهوا إلى القصير؟ أليست هذه فرصة لإسرائيل لكي تدخل إلى جنوب لبنان وتأخذه بغير مقاومة؟ فلماذا لم تفعل؟ إنها اتفاقيات حقيقية مع حزب اللات، إنهم ينوبون عن بني صهيون لإشغال الأمة في الحرب الداخلية الطائفية. عجبا كيف يصر هؤلاء الصفويون على الحديث عن الطائفية. من ذا الذي يقاتل الآن تحت نعرة الطائفية؟ من الذي يقاتل الآن في سوريا تحت نعرة الطائفية؟ من الذي يقتل المسلمين في العراق لمجرد الاسم إذا حمل اسم أبي بكر وعمر؟ أليسوا هم؟ كم حاول المسلمون السنة أن يبتعدوا عن هذا المرض لأنهم يعرفون تبعاته المدمرة على مستوى الأمة، لكن الله تعالى له في كل أمر حكمة، ويشاء ربك ألا تتحرر فلسطين ولن يقهر الصهاينة من قبل المسلمين حتى يطهروا صفوفهم الداخلية من هذا العرق الصهيوني الذي يسمى العرق الصفوي. شاءت حكمة الله أن تبدأ تطهير الأمة من الداخل من هذا العرق الخبيث. رابعا أو خامسا، نقول لهؤلاء الذين يتمنون أن يصلوا إلى بيت المقدس: قد كشفتم أوراقكم جميعا، وأهل السنة لن نقول لكم عن تعدادها فأنتم تعرفون، ولكن نقول لكم عن القلة المؤمنة من أهل السنة من المجاهدين، تعرفون بأسهم وتعرفون إقبالهم وتعرفون صدقهم وتعرفون إيمانهم، والله لن تصمدوا أمامهم أبدا، ووالله لتعودن على النعوش إلى أرضكم، ووالله ليطهرن العالم الإسلامي كله منكم ومن شركم، وليس فقط الحرمين. إنكم الآن أعطيتم الذريعة لأهل السنة أن تجتمع وتعرفكم على حقيقتكم وتعود لقراءة مصادركم ومراجعكم، وهذه الثقافة التي أرضعتموها لأبنائكم من حقد أهل السنة كشف الله غطاءكم وكشف الله سوءاتكم، وظهرتم الآن للمسلمين عرايا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ستعرف كيف تجابهكم. جزاكم ربكم ما تستحقون، فإنكم فعلا أيقظتم الأمة من جديد وبينتم عدوها الحقيقي من جديد، فكم خادعتموها عن طريق ما يسمى بالتقية وادعيتم حبكم لأهل السنة، لكن يشاء ربك أن يكشف عنكم في هذه المرحلة الحرجة في تطهير الأمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
ينصر من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يطهر الأرض من هؤلاء، وأن يخزيهم ويرد الكيد إلى نحورهم. ونسأل الله لمن تشيع من المغرب أن يعيد الحسابات، فالوقت لحد الآن لا زال في صالحهم لمراجعة مواقفهم ومراجعة أفكارهم ومرجعيتهم، وإلا سيأتي وقت تفوت الفرصة. وصلى الله على حبيبنا محمد.